بسم الله الرحمن الرحيم. احنا موجودين دلوقتي في شارع مصطفى النحاس، موجودين في شارع مصطفى النحاس في مدينة نصر. احنا من 5-6 شهور دلوقتي بدأنا في مشروع لتطوير محور مصطفى النحاس ومحور وكمالته اللي هو شارع متولي الشعراوي اللي هو عمودي على شارع النحاس في اخره عند التبة، وصولا الى احمد الزمر ثم الى التجمع الخامس. شارع مصطفى النحاس في مسار من المخطط ان يبقى فيه ترمي سريع، ممكن يبقى موجود هنا بعد 3-4 سنين من دلوقتي. فاحنا احتفظنا بالمسار بتاع خط الترمي والترمي السريع. ده اصلا مشروع كبير هيكلف حوالي 750 مليون دولار، وده في مفاوضات مع البنك الدولي بيننا وبين الحكومة المصرية بشأن تمويل المشروع. ممكن مشروع يتم وممكن مشروع لا يتم، وبالتالي احنا قلنا الى ان يتخذ قرار نهائي بشأنه نستغل المسار بتاع خط الترماي في تدفير اتوبيس مسارات معدولة للاتوبيس. دي تجارب موجودة في كل دول العالم معروفة، ان احنا ندي اولوية للنقل العام. زي ما كنا حاجلين المسار ده للمترو، احنا بنخليه للنقل العام عشان نديهم افضلية واولوية عشان السرعة وعشان نشجع الناس انها تنتقل من السيارات الخاصة للسيارات العامة. طول الطريق ده حوالي 8 كيلو، طول متولي الشعراوي حوالي 3 كيلو، فاحنا بنعمل لأول مرة مسار معدول للنقل العام بطول 11 كيلو في القاهرة. احنا في مرحلة تقييم التجربة دلوقتي، الإشارات دلوقتي راكب عليها التقاطعات، راكب عليها إشارات إلكترونية تعمل بطريقة أوتوماتيكية، ومركب عليها كاميرات لمراقبة السيارات. وفي مرحلة قادمة إن شاء الله السيارات المخالفة تأخذ مخالفات بشكل أوتوماتيكي وترسل بتصوير لوحة العربية إلى ملف العربية مباشرة في المرور دون الحاجة إلى توقيف السائق في الإشارة. الإشارات دي كلها ضمن مشروع كبير للقاهرة ككل، تركيب 250 تقاطع وربطهم مع بعض بإشارات إلكترونية. احنا بنجرب هنا، احنا حاليا بنركب الإشارات دي في 50 تقاطع في مدينة نصر وفي مصر الجديدة في الوقت الحالي، وبعد كده هننتقل إلى المعادي وجنوب القاهرة ثم إلى وسط القاهرة. الناس كانوا بيشتكوا، واحنا لما جينا النهارده الإشارات محسوبة بطريقة علمية سليمة. كان في تعارض ما بين الإشارات الفعلية ومدلولها اللي الناس عارفاه، ان الأخضر يمشم والأحمر يتوقفهم. احنا لقينا ان في بعض تدخل من عساكر المرور بتنظيم المرور بشكل مغاير لمدلول الإشارة، وده كان بيؤدي الى لخبطة عند السواقين في الكام تقاطع اللي احنا عدينا عليهم. لما تم الالتزام بمدلول الإشارة الفعلي المحسوب الامور تحسنت تحسن كبير جدا. احنا هنتابع هذا الموضوع، وانا كنت بتحدث منذ قليل مع السيد اللواء حمدي الحديدي مدير مرور القاهره، واتفقنا ان احنا نعطي الاشارات اللي مصممه تصميم علمي بناء على احجام الحركه فرصه انها تعمل دون تدخل من عساكر المرور الموجودين عند التقاطع عشان نحكم على التجربه، ونستطيع ان احنا نعدل في الازمنه الوقت الاخضر المخصص لكل اتجاه بناء على احجام الحركه. احنا هنرجع تاني هنا النهارده يوم السبت، احجام الحركه قليله، هنرجع تاني ان شاء الله في منتصف الاسبوع ونراقب الحركه مره تانيه ونعدل حسبما تتطلب الامور الى ان تنضبط الامور ان شاء الله في شارع مصطفى النحاس. المشروع ده يتكلف حوالي 65 مليون جنيه، ما بكلمش على الإشارات، ده موضوع مختلف، لكن تطوير شارع مصطفى النحاس نفسه وإعادة رصفه وإعادة تخطيطه وإنارته بالشكل اللي انتوا اللي بيجي هنا بالليل بيشوف فيه إنارة ليد حديثة جدا في هذا الشارع، فالشارع ده تكلف 60 مليون جنيه، والتمويل يعني مقدم من جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان والإشراف لمحافظة القاهرة ولجهاز تعمير القاهرة الكبرى. لا احنا الانتهاء منه تم بالفعل، احنا النهارده بنعمل تجريب التشغيل التجريبي وبنظبط. احنا ما هو اصل هو المشكلة في اللي احنا بنعمله، ان احنا شغالين هنا في شارع في ناس في عربيات
ويمكن دي الصعوبه. انا لو بعمل الطريق ده في الصحراء ولما اخلصه اقول للناس تعالوا، غير لما اكون شغال في وسط مواطنين اكتر من نص مليون مواطن ساكنين بيروحوا الشغل كل يوم وهكذا. لكن اللي يبط على الشارع ده من اعلى اي عماره من الشوارع دي يعني يلاقي طريق نموذجي موجود الان في القاهره مطبق فيه كل المواصفات التي يجب ان تكون في الطرق المصريه، شارع بشكل متكامل وقطاع عرضي ثابت وتنظيم المرور وتنظيم الاشارات والحاجات دي كلها. اذا تواجد التمويل اعتقد ان القاهره ممكن تنتقل نقله نوعيه كبيره جدا. خلينا اقول لكم بقى ان ده ليس هو المشروع الوحيد الذي يتم في القاهره الان. احنا ان شاء الله باذن الله بعد 3 4 ايام من دلوقتي يعني يوم الثلاث او الاربع القادم رئيس مجلس الوزراء هيفتتح معانا اعمال تطوير كبيره جدا تمت في منطقه جنوب القاهره، عين الحياه والفسطاط، منطقه جامع عمرو ومنطقه مجمع الاديان. تم هناك معالجات لقضايا بقالها عشرات السنين وهي ارتفاع عين الحياة أو ما يطلق عليها عين الصيرة، وإعادة رصف كل هذه المنطقة وإعادة إنارتها لتصبح لا تقل عن يعني أي منطقة تانية في القاهرة، لأنها كانت بتعاني بالفعل. إن شاء الله بإذن الله أيام قليلة جدا ونفتتح هذا المشروع الكبير، وأيام قليلة أيضا ونفتتح جراج التحرير باستثمارات ضخمة جدا في ميدان التحرير الشهير اللي مرتبطة الثورة المصرية فيه في يناير وفي يناير 2011 وفي يونيو 2013 مرتبطة بميدان التحرير. إن شاء الله بإذن الله يعني أيام قليلة جدا ونفتتح جراج التحرير، عمل ضخم جدا تحت الأرض 2300 مكان. وإحنا لما نفتتحه مش هيكون افتتاح جراج، ده هيكون إعادة إحياء لوسط مدينة القاهرة ككل، لأن احنا هنمنع وقوف العربيات في وسط القاهرة، هنعمل وسائل مواصلات لخدمة المواطنين للانتقال من الجراج إلى باقي مناطق وسط المدينة، وبالتالي ده هينقل وسط القاهرة نقلة نوعية كبيرة جدا إن شاء الله بإذن الله. أيوة. لا لا بصي انا الحلو قوي، لا انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا. احنا لم نلغي اي خط من خطوط رمي مصر الجديده، لكن احنا عملنا ايه؟ هناك اجزاء من شبكه مصر الجديده اصبحت عالقه لا شيء بعدها ولا شيء قبلها، فبقت عباره عن قضبان سكه حديد موجوده في الشارع لا يسير عليها ترماي، لانه ما فيش في اجزاء سابقه اتخذ بشانها قرارات سابقه لن يستطيع اي مترو مصر الجديد او ترماي ان يصل اليها. فاحنا في اجزاء كانت بالفعل موجوده في الشوارع لا تمثل جزء من الشبكه ولكنها اجزاء منفصله، ودي الرساله انا احب اوصلها للناس. واعتقد معظم اللي بيتكلموا على ترماي مصر الجديده يقصدوا ان احنا نطور الترماي ليس بشكله الحالي ولكن ترماي اسرع على مسارات يتم اعاده بنائها مره اخرى على مسارات معزوله، وهو ده اللي احنا بنعمله للاجزاء للخطوط الثلاثه الباقية المتكاملة الموجودة في مترو مصر الجديد، هذا ما نقوم به. لكن الأجزاء المنفصلة التي لا يربطها شيء قبلها أو بعدها اللي احنا بنعمله هو إقرار واقع وليس خلق يعني وضع أو استحداث وضع جديد في هذا الخصوص. أنا الرسالة دي قلتها كذا مرة في وسائل الإعلام، برضو بقولها من خلالكم دلوقتي وبأكدها مرة تانية. ماشي.